زي ما حرمنا منه يموت يموته زي ما يموت يموت. انا مش عايزاه ولا زي ما موت اخويا زي ما موته اخويا موته. احنا عايزين نقتله. الاستاذ نبيل يجيب لنا اعدام. احنا عايزينه يجيب لنا اعدام. احنا بنطلبه بالاعدام. احنا بنطلبه بالاعدام. احنا ما خدناش عزف. شارع بومي. احنا ما خدناش عزف. ما خدناش عزف. ده ما عملوش حساب لحد. مموت. ما عملوش حساب لحد. لا. ما عملوش حساب لاي حد. مموت. ده ما حراك في ميدان عام. ده ما عملوش حساب لاي حد. ده في ميدان عام كده. دولت يعدموا معلش احنا يبكوا. عبرة لأي حد يعمل كده. ما ينفعش عشان ما تبقاش عبرة لأي حد يعمل كده. ويوم ما يتعدم هناخده عسى خونة على فدان الأرض. يوم في يوم اعدام محمد سليم ومراته هناخده اعدام. هناخده اعدام محمد أخونا. احنا ما خدناش عسى. ما خدناش عسى. احنا ما خدناش عسى خونة. ومش هناخده لما ناخده الاعدام. سيادة المستشار البركة فيحنا طمعان في كرم ربنا يجيب لنا اعدام لهم. احنا عايزين يجيب لنا اعدام لهم. يعني ناخدوا اعدام. لازم ياخدوا اعدام. احنا عايزين اعدام لهم. ما احناش عايزين الا اعدام. عايزين سياده المستشار يجيب لنا اعدام. اعدام زي ما ذبحوه. ده ذبحينه في ميدان عام. اكلينه صبح طعنا. كل طعنا ضربه جامده. عملوا له ايه؟ صبح طعنات لما يموتوه صبح طعنات. طبعا النهارده اللي ليه؟ عشان ايه؟ نزلتها عمل لهم ايه؟ ما عمل لهمش حاجه. ما عمل لهمش حاجه. النهارده تم المرافعه من قبل ايه يا ولاد الكلب؟ المجن عليهم من تم المرافعه فيها النهارده من قبل المدعيم للحق المدني اهليه المتوفي الى رحمه مولاه محمد بن الحداد. وتم مرافعه المتهمين والمحكمة النهاردة طبعا حجزت القضية للحكم اليوم الخميس 8/2 وذلك لإصدار الحكم عليهم حسب الكواليس بتاعة القضية. الواقعة ثابتة في حق المتهمين. المتهمين اعترفوا اعتراف كامل بارتكاب الواقعة ان هم قاموا بالاعتداء على المجني عليه المتوفي لرحمة مولاه. وتم النهاردة الانهاء من كافة المرافعة ما بين المدعين بالحق المدني ومرافعة المتهمين. وان شاء الله المحكمه حجزت القضيه للحكم واحنا واثقين في عداله المحكمه ان هي تقضي باعدام المتهمين. بتقول لي في الكواليس دمه في رقبتي. يعني ان شاء الله لان احنا طبعا الكلمه دي من لا طبعا لان احنا طبعا لان هو طبعا دم اخويا في رقبته. لان طبعا دم اخويا في رقبته. لان هو طبعا احنا بنقول له يا استاذ يا سعاده المستشار دم اخويا في رقبته. هو طبعا احنا عايزين حق اخونا. احنا لما اخو لما يتعدم عليهم لما يتعدموا هناخدوا عزا اخونا على فدان الارض. هو طبعا عزا على فدان الارض. عزا على فدان الارض. ده عزا محمد الحداد مش عزا اي حد. احنا ما خدناش عزا. هناخدوا عزا اخونا على فدان الارض. نكمل بس مع معلم. طبعا الواقعه حسب اتحاد النيابه ان الواقعه ان المبنى عليه اتاخد غدر. ان هو تم الاعتداء عليه غدرا. وان هو تم طعنه باكثر من طعنه. يا رحمة مالها بس مالها يا جماعة مالها هم تعالين حاجة استم شوية مية مالها بس مالها مسي على ده انا مسي على وشها مية لا اله الا الله. ان شاء الله المحكمة تجيب لهم حقهم عايزين حقنا.
عايزين حقنا. انت شفت اخواته عاملين الزن؟ انت شفت اهله عامله الزن؟ مش هنسيبوهم حتى لو ما خدوش اعداد، احنا مش هنسيبوهم، احنا هناخد حقنا ان شاء الله. احنا يوم الخميس باذن الله مستنيين حكم المحكمه، حكم نقض اعدام ان شاء الله، اعدام ويطلع على فضل الارض. حضرتك حاجه مع المستشار، قرار احاله المتهمين قتل عمد من غير سبق الاصرار والترصد، يعني اول مره تشوف قرار احاله على اعتبار ان هو الواقعه. هم لما شافوا المجن عليه قدامهم قاموا بالاعتداء عليه بالسكاكين، وقاموا بالاعتداء عليه بالسكاكين، بس نهلوا عليه هما الاثنين وقاموا بالاعتداء عليه حتى وقع في الارض ووفى الى رحمه مولاه. وعشان كده المحكمه النيابه نيابه القضيه قتل عمد ولكن بدون سبق اصرار، على اعتبار ان الواقعه كانت المواجهه عليه لما المتهمين قبلوه اعتدوا عليه مره واحده بدون ما كان ان هو فيه ترتيب لوجوده. يعني حسيات القضيه حضرتك شايف الحكم ازاي؟ الحكم هيبقى بالنسبه للمتهمه الاولى يعني بنسبه كبيره هيبقى فيها اعدام، بالنسبه للمتهم الثاني ممكن هيبقى 25 سنه لان هو اذر وشد من اذر المتهمه الاولى في الاعتداء على المجني عليه. احنا عايزينهم الاثنين اعدام. المتهمه الاولى هي زوجة المتهم الاول اللي هو طليق بنت المجني عليه. هو اللي قام بالتعدي عليه بالضرب وسهل ماموريه المتهمه الاولى للاعتداء عليه بالسكين وشد من اسرها للوصول للغرض اللي هم كانوا مخصصينه اللي هو ازهاق روحه وقتله حسب ما وصفت النيابه العامه قتل عمد. ضربته ثلاث طعنات، طعنه في البطن وطعنه في الصدر وطعنه في الرقبه. الطعنات طبعا هو الثلاث طعنات التقرير الطبي الشرعي وصف الطعنات ديت ان هو قتل وفاته وسبق اصرار. طبعا هتطلبنا من النيابه من المحكمه تعديل كل الوصف لسبق الاصرار، لان هي كان ممكن طعنه واحده كان ممكن تبني، لكن هو اصرت على طعنه اكتر من طعنه. اللي هم ثلاث طعنات. فان شاء الله احنا واثقين في قرار المحكمه ان شاء الله يوم الخميس وباذن الله يبقى خير. تبرر الست المكلومه دي تقول لها ايه؟ يعني والله احنا مستنيين ان شاء الله يوم الخميس نسمع قرار المحكمه ان شاء الله. عدلك يا رب ان شاء الله، عدلك يا رب. 8-2 عدلك يا رب. 8-2 ان شاء الله، عدلك يا رب. انت المتهم الكبار يا رب، انت العادل يا رب. احنا عايزين حق اخونا، انت العادل يا رب. انت العادل يا رب. دم العسل على فدانين ارض، فدانين هنغيبه 15 يوم ناخده منصب محمد الحداد، هنغيبه 15 يوم ناخده عزاء. السؤال هيتنصب شهر 30 يوم ناخده عزاء اخونا. شاهدي ومتابعي مصر اليوم في كل مكان، كنا معكم من داخل المحافظة الغربية وبالتحديد من أمام محكمة طنطا، وكانت النهاردة تاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل والد طليقة المتهم الثاني. كده نكون وصلنا لختام اللايف، نشكركم متابعينا الكرام، شكرا لكم.